هاي حياتي. أهلين. خير في شي؟ لا أبداً، أنت اللي في شي؟ الحلو يا الله مني نسيت جيبه اللي وصيتيني عليه. يلا رح روح جيبه اشي. طلال عود. وين كنت الصبح وين رحت وين جيت؟ رحت على الشركة وجيت من الشركة. مع مين حكيت؟ مع كتار. بحكي شغل، بس بالشغل. شو علاقتك بفرنسا؟ فرنسا؟ شو؟ يعني ما بعتنا شي على فرنسا؟ ما رح اتوظف بالقنصلية ما في شي. مين ماتيلد؟ حبيبتي شبكي ليش عم تعمليني هيك؟ هون أنا بسأل وأنت بتجاوب. ما بعرف حدا بالاسم. الموديل المتنكرة بزي الممرضة، شو علاقتك فيها؟ وين تعرفته؟ وعشو عم بتخططه؟ وهل تريد أن تهرب معها وتتركني؟ أنا ما... ما تنكر! سوريا خبرتني، اعترف. سوريا؟ فرنسا؟ ماتيلد؟ لك هاي ممرضة كانت عم تشتغل عند أم زبون كتير مهم عنا بالشركة، ولما سوريا سألتني اتذكرت إنه حكالي عنا لما رحت عزيبي أمه. موتتها؟ لك لا 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 لا، ماتت عن عمر يناهز 98 عاماً ونيف بحادث سيارة، بس أنا ما بعرف عنها شيء. يعني ولا مرة شايفها؟ أبداً أبداً. ليش خير عملت شيء؟ بس عم بسأل. لا تكوني غيرانة علي. أنه بصراحة البنت حلوة وطويلة، أنه أطول مني. ليك طلال، من هلأ عم بقلك روح على القصر لوحدك، ما في إجري على إجرك. حبيبتي أنا لو بهمني الطول الجمال ما كنت تجوزتك من أساسه. ولو؟ لك يا عمري، ما أنت أحلى وأطول وأرق امرأة بالكون بالنسبة لي. عن جد؟ طب بس ما أنا فكرت هيك، وبعدين أنت نسيت اللي الحلو. يا عمري لا بقى تفكري، ما أنا أصلاً بحبك لأنك ما بتفكري. دقيقتين وبكون الحلو عندك.